قالها هداك حبيبي قد بيها الى قالها هداك حبيبي قد بيها ماشي سوقي حبو يجري فاروقي ستيلو جاني على دوقي بالسيف عليا عشقو ماشي بديا زين بياسر فنانة مغربية تعرفت بالأغاني طربية عربية ومغربية طبعا منها يعني الأغاني ديال سيدة الطرب العربي أم كلثوم وردة محمد عبد الوهاب الأغاني المغربية نعيمة سميح عبد الهادي بالخياط ولائحة طويلة. البداية طبعا كبداية أي فنان هواية من بعد دراسة فنية بالمعهد الموسيقي بالدار البيضاء حفلات مدرسية إلى غير ذلك. من بعد بدأت كتطور هذه المسائل ولات حفلات وطنية دينية تلحين يعني بعض الأغاني يعني اللي تقدمت لي من عند أحسن الملحنين المغاربة وهكذا يعني مسيرة هكا بدأت. أنا الوالد ديالي فنان هو المرحوم مصطفى ياسر ما لقيتش صعوبة أنا مع الوالد ديالي لأنه بحكم هو فنان مسرحي ما يمكنش غادي يمنع واحد البنت عنده اللي هي البنت الاولى عنده كما كنقولوا البكره كتحب الفن. حليت عينيا لقيت الوالد ديالي كيسمع فريد الاطرش ام كلثوم محمد عبد الوهاب هذه التربيه ديالي اللي لقيت في الدار فما يمكنش ملي لقى الميول ديالي فني بالعكس هو كان كيساعدني هو اللي داني المعهد عند الاساتذه السي بن عابد اللي كنت نقرا عنده السولفيج والموشحات والاستاذ الحاج يونس يعني كانت مساعده من والديه ما كاينش الحمد لله صعوبه. الصعوبات بالنسبه للفنان هي الصعوبات دائما موجوده ماشي في الوقت اللي بديت فيه انا ولا في الوقت اللي دائما الصعوبات كتكون يعني على اي فنان كيكون يلا غادي يدخل للساحه الخطوات الاولى كتكون شويه صعيبه. كان كيتمنى هذا الشيء اللي انا دابا كنقوم به وهاد البرامج اللي بصراحه هو مسكين كان كيتاسف لانه هو فنان وحتى هو كان تيعاني كتعرفي الفنان المغربي المسرحي كيعاني اكثر من المغني كان كيتمنى وكان مسكين ديما تيقول لي علاش ما عيطوش لك لهنا وعلاش كنقول له صافي الحاج ما ديرش في بالك كنت كتاثر بصراحه كنت كنتمنى كون كان معايا ولكن الحمد لله انا دائما كنحس به معايا ما عمرني ما نسيته ديما كنحس بانه حدايا الحمد لله. انا ما وقفتش انا كنشتغل كنمشي الحفلات الى غير ذلك ولكن اللي وقف هو الانتاج يعني من 2012 ما درت شي حاجه جديده الاغاني اللي كنت قدمت للدعم الحمد لله وخذيت الدعم من وزاره الثقافه من بعدها ما درت والو علاش لان كيف كتشوفي ولات العديد من الانماط والانواع الغنائيه الموسيقيه فما يمكنليش انا نبان بواحد الشكل اللي انا ما مقتنعش به غير باش نبان غير باش نغني لذا بقيت يعني كنغني كنقلد ولكن باش نقدم انتاج ديالي خديت وقت كنت كنستاشر وكنعرف اشنو ونعرف اشنو نقدم لهاد الشباب هادو دابا اللي خاصهم يشطحوا خاصهم الموسيقى تكون ريتمي الى غير ذلك الوغ هذا هو اللي خلاني انتظرت شويه وتسنيت حتى قدمت هاد المنتوج هو اللي دابا انا كنقدمه للجمهور وكنحاول يكون يعني في المستوى هي علاش لا بلا بالعكس غادي تسمعي الاغنيه ديالي الا قالها يكذبيها اغنيه خفيفه
كلامها سهل بالنسبة للشباب، والموسيقى ديالها واخا موسيقى يعني كما كنقولوا كترقص، ولكن في نفس الوقت مطروبه، يعني ما خرجتش من واحد ما قدمتش حاجه عشوائيه غير مهم باش نكون راني مع الشباب. بالعكس نسير الركب، والانسان خاصو يسير الركب، ماشي غير انا كنغني مثلا طرب وهذا صافي نبرك لا نبقى. لا راه كاين تيامات ايامات العمالقه كانت جديد في الاغنيه العربيه، كانوا ناس كي على عبد الحليم ملي نادوا لقى محمد عبد الوهاب ولقى ام كلثوم، راه هو جدد في الاغنيه ولا كيقدم الاغنيه الشبابيه. حنا كذلك ومثال خاصنا نسيروا. الفنان اللي عجبني هو السباق، هو سعد المجرد صراحه، دار واحد اللون ديالو خاص وخلى الناس كلها كتنتبه ليه، والناس كلها كتحاول تقلدو. ولا لاحظتي الشباب كلهم نادو بغاو يقلدوا سعد المجرد؟ فبالعكس انا كنفتخر انك يقولك لا الاغنيه، بالعكس هو راه وصل الاغنيه المغربيه لواحد الناس اخرين اللي ربما ما عمرهم ما سمعوها ولاو كيقدموها ولاو كيحترموا الاغنيه المغربيه. الاغنيه هي الاغنيه المحترمه، الاغنيه المغربيه محترمه دائما الحمد لله، وهذوك الناس الرواد اللي قدموا الاغنيه المغربيه ما عمر شي حد ما غادي يحيدهم، وما عمر شي حد ما غادي يمحيهم، وما غاديش يتنساو، بدليل انك تلقاو وليداتنا صغار دابا وكيغنيو اغنيه مغربيه اللي تغنات مثلا في 1960 ولا 1970 الى غير ذلك. هذوك الناس راه نقطه حمراء ما نهضروش عليهم، ولكن جديد مزيان. علاه مثلا المغرب دابا هو ديال شحال هذا، كل شيء الحمد لله كيتجدد، كيبقى عندنا هذيك الاغنيه ديالنا التراثيه ديال الناس اللي بصمو بصمه، وخصنا نمشيو مع الجيل اللي حنا فيه دابا. كاين تبارك الله دابا فنانين كثار اللي عندهم واحد اللمسات زوينين في الاغاني ديالهم. علاش الا تحت الفرصه وتلاقينا وهضرنا على اغنيه نقدموها؟ علاش لا، بالعكس انا كنحترم هذا الجيل وكنبغي نتعامل معاه، لانه عنده افكار زوينين وعنده افكار جداد وعنده طموح. بالعكس نتعاونوا مع بعضياتنا ونقدموا اغنيه مغربيه اللي تكون فيها اشكال من يعني من جميع الانماط ومن جميع الاعمار، فهذا بالعكس كيشرفني. اللي ولادي عائلتي الصغيره كلها كتساعدني، بما فيهم رجلي استاذ مصطفى الليموني، بما فيهم وليداتي، عندي جوج بنيتات وليد، كلهم كيحفظوا الاغاني، كلهم كيعاونوني. طريق ولدي خلاص هذاك كيساعدني، كيكتب ليا، كيوجد معايا، كيقول لي هادي الا كانت شي اغنيه جديده كيسمعها ليا، اي حاجه. هو تبارك الله عليه كما قلتي مع هاد لي جون والتليفون وهادي وهادي، الوغ كيساندوني وهما اللي كيحفزوني. ماما لا راه خاصك ديري هادي، لا راه خاصك تمشي لهنا، لا بالعكس. وهما تبارك الله موهوبين، كيسمعوا كيميزوا. وعندي البنيه الصغيره هذيك خلاص كتحفظ الاغاني بواحد السرعه، بالعكس الحمد لله مسانديني تبارك الله عليهم. وكان حتى انا جاتني المشاركه باش نمشي وهذا، ماشي على مساله ديال ان كتلاقي مع مثلا وحدين يلاه طالعين ولا لا. انا شتي هذيك اللجنه اللي كتقيمني انا كفنانه مغربيه، انا ما كنعترفش بها، ماشي كما ما كنعترفش بهم كفنانه، ولكن كلجنه. هما كفنانه كل واحد عنده الشكل ديالو، كل واحد عنده اللون ديالو، ولكن كوحده او واحد، وغنقولها بكل افتخار، انا فنانه مغربيه كنغني حسن منه باش يقيمني انا؟ لا. وباش يبدا يقول لي لا ما خصكش تلبسي هاد السروال، وخصك تقزبي شويه، وخصك شعرك تقطعيه، ما ماشي مبدا ديالي. الجديد لالا هو اللي قال هاي قد بها اغنيه مغربيه بكلام بسيط وكلام نقي، وكذلك الحان اللي هي بسيطه باش يسمعها المستمع المغربي الشاب والكبير والصغير، باش تجيهم سهله ويرددوها، يعني سهله سهلة يعني في الغناء ديالها. اللي سهر عليها يعني إدارة فنية كتكتمل ما بين أستاذ مصطفى الليموني وأستاذ مصطفى جورج، وإحنا الحمد لله بصدد كما كنقولوا
بتسويق هذه الأغنية باش توصل للمستمع. كنتمنى نكون عند حسن الظن عند جمهور والمستمع بصفة خاصة ديال لالا بلوس، ونتمنى نكون خفيفة عليكم وتابعوني.